هل الأفضل لطالب العلم أن يقوم الليل أم يستغل هذا الوقت في الطلب وحفظ المتون والمسائل؟ طلب العلم أفضل من قيام الليل، لأن طلب العلم يتعدى نفعه إلى المسلمين. طلب العلم أفضل من صلاة النوافل، لأنه متعد نفعه وخيره لك حيا وميتا، انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر منها: أو علم ينتفع به. نعم.